اللي تقالت عليك خففت علينا بدون فرن ولا زبدة ولا بيض. أروع عجينة بيتزا ممكن تجربي، خفيفة مثل القطن مطاطية بلا مجهود أو دلك. حضري أكبر كمية وخزنيها بلا ما تضربي ليها الحساب. لهذا سيدتي تبعي معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكل عادة ما تنسوناش ملي لايك للتشجيع فقط وبالبارتاج باش تعم الفائدة على الجميع. ومرحبا و100 ألف مرحبا بالمشتركين الجدد لأول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم أكيد المحتوى. مع اليوم إلي يفعلوا جرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة السورية. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبداو بغسل الله ونقولوا بسم الله. اول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا كنحتاج هنايا كاس من عبر كاس العنباء اي 100 غرام من دقيق الفينو اي السميد الرقيق، وكل هذه المكونات كنمزجهم في الخلاط الكهربائي. لهذا قلت لكم بدون مجهود او دلك او عجن. كيف ما كتشاهدوا معايا كندير هنايا معلقه من بودره الحليب، بودره ديال الحليب معلقه كبيره، ومعلقه كبيره كذلك من الخميره حبيبات او الخميره المعجونه. كنوضع كل شيء في الخلاط ثم كنضيف ليهم قليل من السكر تقريبا واحد المعلقه صغيره، ما تكونش مملوءه يعني معلقه صغيره ممسوحه من السكر، القليل من الزعتر. كيف ما كتعرفوا الزعتر ضروري في العجين او في الحشوه ديال البيتزا، كتعطينا واحد اللذه واحد النكهه رائعه. عندي هنا واحد معلقه كبيره من ياغورت مسوس اي طبيعي اي دانون طبيعي يعني بدون سكر. عندي هنايا نصف كاس من زيت الزيتون، كيف ما كتعرفوا عجين بيتزا ضروري ما كنضيفوا له زيت زيتون. عندي هنايا 3 د الكؤوس من عبر، كاس ديال العنبه كذلك من الماء الدافئ يعني ما يكون ساخن وما يكونش بارد، الماء غير دافئ للعجن فقط. كنضرب كل شيء في الخلاط مزيان مزيان تقريبا واحد جوج دقائق حتى لثلاثة ديال الدقائق، كنضرب داك الخليط مزيان مزيان باش داك الدقيق الفينو او السميد الرقيق تيتمزج لينا مزيان مزيان مع المكونات. يعني نعطيه الوقت ونعطيه الخاطر، نخليه تقريبا من جوج حتى لثلاثة ديال الدقائق وهو في الخلاط الكهربائي، نطحنوه مزيان مزيان يعني حتى يتمزج لينا المكونات كلهم. من بعد كنفرغ الكل في واحد الفول اللي غنمزج معاه الدقيق بطبيعة الحال بالنسبة للكمية ديال الدقيق على حسب النوعية ديال الدقيق ديالكم واش كيشرب او لا. بالنسبة للدقيق ما غنضيفوش دابا، غادي نغطي على هاد الخليط اللي ضربته في الخلاط الكهربائي ونخليه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى كيختمر ليا، كيولي بحال اللي كنديرو البغرير حتى كيختمر ليا وكتفاعل ليا داك الخميرة مع المكونات. عاد كنضيف واحد رشة من الملح ثم كنضيف الدقيق بالتدريج. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنضيف الدقيق ثم كنخلط بواحد الفوي باش هاد المرحلة كتعفينا نهائيا من العجين والدليك. كنخلط هكذا بالفوي وانا كنضيف الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي كنضيف تقريبا نصف كيلو، يعني نصف كيلو ديال الدقيق في هذا الخليط كله هو، يعني في 3 كؤوس ديال الماء بالنسبه للسوائل ونص كاس ديال الزيت. كنضيف فيها نص كيلو اي 500 غرام ديال الدقيق، ما كنضيفوهاش كلها هي دفعه واحده، كنضيفها بالتدريج حتى كنحصل على هذا العجين ما كنعرك ما كنعجن، يعني غير بالفوي كنغطيها يعني كندهنها بشويه ديال الزيت وكنغطيها وكنخليها حتى كيتضاعف الحجم ديالها او حتى كتختمر، لان هذه المرحله مهمه في العجين ديال البيتزا ضروري ما نخليوها ترتاح او تختمر. تقريبا خليتها واحد 15 دقيقه حتى تضاعف الحجم ديالها واختمرت. كنقسمها لست اقسام، يعني راه قسمتها دابا لخمسه ومازال غنقسم من هذه ومن هذه حتى نخرج سته ديال الاقسام. كيف ما يمكن لكم تحضروا بها ميني بيتزا، يعني تخليوها كتله واحده وتطلقوها بالمدلك وتقطعوها على حسب العبار اللي بغيتوا، لا بغيتوا تشكلوا ميني بيتزا اي البيتزات الفرديين. انا غنديرها البيتزات متوسطين يعني بالحجم المتوسط، وانتم غتحكموا في الحجم اللي بغيتوا، يعني غادي ديروا الحجم اللي بغيتوا. بالنسبه فاش كان ان نبغي نجمعها ما كنجمعهاش بالدقيق الابيض نهائيا، بدقيق الفينو اي السميد الرقيق اللي كنضفت الكاس منه في الخلاط، يعني دقيق الفينو هو باش كنجمع العجين. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما جمعتها وشكلتها لست كويرات كنخليها ترتاح ليا باش تسهل عليا في التشكيل. انا قطعت هنا واحد القطعه ديال بابي كويسون باش تسهل عليا الحجم، باش يجيني كلها هي نفس الحجم وكذلك في التصوير
تبان لكم لان سطح العمل ابيض، ولهذا تعمدت ندير هذا البابي كويسو بهذا اللون هذا باش تبان لكم الصوره اكثر واضحه، ونتمنى الشرح ديالي يكون واضح. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نقرصها ونرققها قدر الامكان، شحال ما رققناها شحال ما جاتنا خفيفه ورائعه جدا، يعني بهذا السمك هذا كنرققها وكنضيف لها غير الدقيق ديال الفينو. بعد ما كنرققها كنجيب هنايا واحد الفورشيت او واحد الكيغدو او هذه الاداه هذه باش كنثقبوا بها البيتزا، ضروري ما نثقبوها مزيان مزيان. في هذه الاثناء هذه درت المقلاه ديالي تسخن مزيان، مجرد ما كنوضع الحصه الاولى كنبقى نقلبها، يعني ماشي نحطها ونسعى عليها لاننا غنديروا ليها غير نص طيبه باش نخزنوها. كيف ما كتشاهدوا باش نحضروا كميه كبيره ان شاء الله ونخزنوها، انا درت معكم غير نصف الكميه، وممكن نتوما تحضروها بكميه اكبر وتخزنوها لشهر كامل ما كيوقع ليها حتى شي حاجه. كيف ما كتشاهدوا معايا كندير الحصه الثانيه، ما سرعتش الفيديو نهائيا، كيف كنوضعها كنقلبها كيف ما كتشاهدوا معايا غير كتصهد لينا، ونعاود نرجع نقلبها ما كنطيبهاش، يعني الطياب الكامل كيف ما كتشاهدوا معايا تماما في الصوره، ونرقوها قدر الامكان لانها راه كتزيد يضاعف الحجم ديالها منين كنكونوا كنطيبوها. كيف ما كتشاهدوا معايا كنبقى مستمره بهذه العمليه هذه في التقليب المستمر، يعني كنقلبها لواحد زوج او ثلاثه ديال المرات، وكيف ما كتشاهدوا معايا كتعطينا واحد الطعم رائع جدا، كتجي خفيفه ومطاطيه، يعني النار تكون مجهده ما نقصوش عليها النار، ولكن نبقاو مستمرين بالتقليب ثم التقليب. من بعد ما كنحضر الكميه كلها هي اللي عندي كيف ما كتشاهدوا معايا، يعني حصلت على 6 نصف كيلو ديال الدقيق، حصلت على 6 ديال البيتزات، 6 ديال الوحدات، وانتم كيف ما قلت لكم ممكن تضاعفوا المقادير وتحصلوا على كميه اكبر، وبالتالي كتخزنوها وقت ما بغيتوا البيتزا كتجيكم ساهله مهله، يعني كتجبدوها من الكونجيلاتور ويعني في 5 ديال الدقائق كتكون البيتزا ديالنا واجده. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجينا هاد العجينه مطاطيه من اروع ما يكون، من اروع ما غتوجدي في عجين ديال البيتزا، كتجي رائع جدا خفيفه وما كتكسرش، غير جربيها سيداتي اكيد اكيد غادي تعتمديها وعمرك مازال تعكزي عليها. كيف ما كتشاهدوا معايا يعني راه كتجي مطاطيه والصوره راها خير دليل، احيانا كتكون الصوره معبره اكثر. ونمر معكم الان لتحضير البيتزا، يعني كيفاش كنحضروها ملي كتكون واجده عندنا وكنخزنوها في الكونجيلاتور وقت اللي احتاجينا البيتزا. كندير واحد الفرشه، يعني كنفرشوا في المقلاه بابي كويسون ضروري باش ما تحرقش لينا، يعني كنفرشها، وفي هذه الاثناء هذه كنقص النار ديالي للصفر، يعني ما كنحتاجوش الفرن نهائيا في هذه البيتزا هذه. كندير هنايا الصلصه ديال البيتزا، غادي ندرجها معكم قريبا ان شاء الله. عندي هنايا قليل من التونه، وانتم غادي ديروا اللي بغيتوا، المكونات اللي متوفرين عندكم والطريقه اللي بغيتوا ديال البيتزا. انا غير مجرد بغيت نشارك معكم يعني حتى الطريقه كيفاش كنجبدوها من كتكون مخزنه، وكنوجدوا البيتزا في اقل من 5 ديال الدقائق. ها هي عندنا واجده، كندير هنايا شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الفلفله خضراء، وكذلك شويه ديال الفرماج موتزاريلا، وغادي نغطي عليها، يعني نغطي عليها بشي صحن او بشي غطايه باش كيتصهد لينا داك الفرماج، وكتوجد لينا في اقل من 5 ديال الدقائق، يعني كنقص عليها للصفر ضروري هاد المرحله. غادي نغطي عليها ونمشيو نشوفو كيفاش بدات لينا البيتزا ديالنا من بعد 5 ديال الدقائق. ها هي واجده، كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي من اروع ما يكون هاد العجين، يعني مثاليه، كتجي رائعه جدا بدون دلك او مجهود او عجين، وكذلك بدون زبده او بيض، كتجي من اروع ما يكون، جد سهله واقتصاديه وفي متناول الجميع. ما عليك الا سيداتي تحضريها بكميه كثيره وتخزنيها فوق ما احتاجيتي البيتزا، ما عليك الا تخرجيها وديري الحشوه اللي بغيتي، كتجي من اروع ما يكون. نتمنى من كل قلبي تجربوا هاد الوصفه وتردوا عليا الاخبار، وشكرا لكم المتابعه، وما تنساوناش كالعاده ملي لايك للتشجيع فقط وبالبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه الصويريه للوصفات السهله والسريعه والاقتصاديه. شكرا لكم والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.